السلام عليكم، معكم الصابر من فيتنس بالتاريج. وفي هذا الفيديو هادي غادي نشوف واحد المراجعه علميه على الجلوتامين. الجلوتامين هو واحد الحمض اميني اساسي مشروط، اي ان الجسم ديالنا كيصاوبو راسو الا في بعض الحالات، بحال الا كان الجسم تحت واحد ستريس كبير ولا كان مريض. اي انك الا كنتي مريض ولا كنتي داير الجسم ديالك تحت واحد ستريس بزاف، بحال انك تريني لمده طويله ولا الا كنتي مجروح شي جرحه كبيره، فان الجسم ديالك كيحتاج لكميات اكبر من الجلوتامين. ولكن الجلوتامين ولا الجلوتاميك اسيد فهما عندهم نفس السميات، تقريبا نفس الحاجه، ولحيت الجسم ديالنا يقدر يصاوب يدوز من واحد لاخر على حسب الحاجيات ديالو. فموجودين بزاف، موجودين بكثره في اللحوم، في البيض، وفي مشتقات الحليب، وفي بعض المصادر النباتية أيضا. فمية غرام ديال اللحوم فيها تقريبا ما بين 4-6 غرام ديال الجلوتامين في كل 100 غرام، وتقريبا نفس الشيء في الزريعة البيضاء اللي كل 100 غرام فيها تقريبا 5 شي حاجة، وكاوكاو كذلك اللي فيه 5.6 غرام ديال الجلوتامين في كل 100 غرام كاوكاو. أما بالنسبة للويفة في نسبة كبيرة، بحيث أن غير 25 غرام ديال الويفة 4.5 غرام ديال الجلوتامين، أي كل 100 غرام ديال الويفة أكثر من 18 غرام ديال الجلوتامين. الجلوتامين الدور ديالو أساسي بزاف في الجهاز الهضمي وفي المناعة ديال الإنسان، بحيث أن الخلايا اللي عندنا في المصارن كتغذى بزاف للجلوتامين أكثر ما كتغذى للجلوكوز. المهم، الغرض من هذا الفيديو هو غنشوفو واش الجلوتامين بصح كما كيمجدو لنا شي حاجة خيالية بالنسبة للسبورتيف وبالنسبة للصحة ديال الإنسان ولا غير هضره. السبب علاش ان الجلوتامين كيمجدوه الناس بزاف وكيقول لك انها مزيانه للسبورتيف ومزيانه للمناعه، جاي من شي فرضيات اللي داروا هذيك اكثر من 20 عام بازي على بعض الدراسات، وغادي نشوفوهم حاجه بحاجه في هذا الفيديو اليوم. اول حاجه غادي نبداو هو في هذه الدراسه هذه ديال كاستيل وصحابه اللي دارت في 1997، ولقات بان المستوى ديال الجلوتامين في البلازما كيطيح من بعد 4 سوايع ديال السايكلين، اي الناس اللي كيديروا البيكالا، ولا من بعد ما كيجريو ماراطون. وكاينه الدراسه ديال غليسون في 2008 اللي لقات بان جوج ديال لي دوز ديال الجلوتامين مول ماراطون كينقصوا الحدود من انك تصاب بواحد الانفكسيون لمده ديال 6 سيمانات. هادشي اللي خلاهم يقولوا بان الجلوتامين عنده واحد العلاقه وطيده بالمناعه. ولكن الدراسه ديال ماكينون وصحابو اللي دارت في 1996 كتقول العكس، اللي كتقول لك لازانفكسيون متضاربه ما عندها حتى علاقه بمستوى الجلوتامين اللي في البلازما. حيت في الدراسه اللي داروها لمده شهر على واحد المجموعه ديال السباحين اللي كانوا كيترينيو بزاف، لقاو بان المستوى ديال الجلوتامين في البلازما ما نزلش بزاف، ولقاو على تان المستويات ديال البلازما ما كانتش مختلفه بين الناس اللي جاهم ليزانفيكسيون والناس اللي ما جاهمش ليزانفيكسيون مور لونطرينمون. زدت على هذا الشيء كاين واحد المراجعه علميه ديال هيسكوك وصحابو اللي دارت في 2002، واللي بينوا على انه ما كاينش علاقه بتاتا بين مستوى الجلوتامين هابط والمشاكل في المناعه. وقال لك بان الناس ديال الاختصاص عارفين هذا الشيء، ولكن الناس اللي كيبيعوا الجلوتامين فدايرين عين ميكا وكيتبازاو غير على دوك الدراسات اللي كتبين ان الجلوتامين عنده علاقه بالمناعه. وعندنا الثاني جانب ديال الجلوتامين اللي كيقول لك بانه كيزيد الجروث هرمون. هذا الشيء كانت بينات واحد الدراسه ديال ويلبورن في 1995، بحيث ان مستوى ديال الجروث هرمون في البلازما تزاد باربعه ديال المرات لمده 9.5 من بعد ما خداو 2 غرام ديال الجلوتامين. ولكن غير 4 ديال الناس من 9 اللي دارت عليهم هاد الدراسه هما اللي شافوا هاد الارتفاع في مستوى ديال الجروث هرمون. خصنا غير نعرفوا انه الساعه ديال التمرين كافيه انها ترفع لك الجروث هرمون ب 20 مره اكثر من المستوى العادي. الحاجه الثالثه اللي كتقول لك بان الجلوتامين كيزيد الاداء الرياضي. هادشي الصراحه ما كاينش شي دراسه اللي كتقول لك انه ممكن يزيد لك المستوى الرياضي، بالعكس كاينين غير الدراسات اللي كاين فيه هادشي، بحال الدراسه ديال هوب في 1998 اللي دارت على 10 ديال المحترفين في السايكلين في بيكالا، وشافوا بان القدره القصوى ديالهم ما تغيراتش ملي استعملوا الجلوتامين، اي الناس اللي خداو جلوتامين ولا ما خداهمش فما كانش فرق في القوه القصوى ملي كانوا تيديروا السايكلين. وكاين الدراسه ايضا ديال كاندو اللي دارت في 2001 واللي خداو فيها 31 شاب لمده ديال 6 ديال السيمانات، اي 1.5 شهر هما كيترينيو واحد البروغرام ديال سترينغث، اي ديال القوه،
ولقاو ان ما كاينش فرق في الحجم ديال العضله ولا في القوه العضله ما بين الناس في داك الجروب اللي خداو الجلوتامين والناس اللي ما خداوش الجلوتامين. المهم كخلاصه فواحد جورج فيليبس هو دكتور في الطب الرياضي في 2007 اللي كان قال بلي الجلوتامين هو غير مثال اخر على كيفاش الماركتين يقدر يقول بالعلم، اي كيفاش فن التسويق تيقول بالعلم. والخلاصه ديالي هو ان الجلوتامين فهو غير مضيعه الفلوس، فإلا كنتي كتاكل بروتين كافي في النهار فما غاديش تحتاج انك تزيد الجلوتامين من برا، فما يحتاجش انك تشري الجلوتامين. وإلا ما كنتيش كتاكل بروتين كافي فديك فلوس اللي غتشري بها الجلوتامين سير شري بها ماكلة او شري بها مصادر بروتين كاملة اللي غادي تنفعك اكثر من اللي غينفعك الجلوتامين. ولكن باش نعطيو لكل ذي حق حقه، فالجلوتامين يقدر ينفع بعض الناس بحال الناس اللي فيجن اي ما كياكلوش اللحوم، واخا ممكن انهم يجيبوا الجلوتامين مصادر نباتية بحال اللي قلت كاين في الكاوكاو وكاين في الزريعة البيضاء كاين في الكرنب الاحمر وكاين حتى في القطاني، وكذلك الناس اللي مجروحين شي جرحه كبيره ولا محروقين حرقه كبيره وما كنهضرش على الجرحات ولا الحرقات ديال الكوزينه ولا شي حاجه اللي كبيره بزاف، وحتى الناس اللي مصابين بعض الامراض بحال السيدا ولا بحال الكونسير واللي كيعرفوا فقدان عضلي خطير وكثير. المهم هذا الفيديو كامله غير باش نقول لكم ان الجلوتامين ما صالحاش الاغلبيه فيكم وهي غير مضيعه الفلوس، وجاي النوبه ديال بزاف ديال سوبليمون بحال البي سي ا بحال الكارنيتين بحال بزاف ديال لي سوبليمون تما غادي نعطيهم واحد واحد. وهذا كان معكم صابين فيتنس بالدارجه. تهلاو.